الثاني من ديسمبر اليوم الذي اتحدنا فيه، اليوم الذي ولدت فيه المولودة واسمها الإمارات وأباها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كانت عائشة جالسة على حاسوبها، وصلت لي رسالة من ملك ترى، وفتحت الرسالة وتفاجأت كثيرا بأنها ربحت 1,000,000 درهم إماراتي، وقالت ربحت 1,000,000 درهم، يا سلام، تعطيهم رقم حسابي في البنك. اتصلت عائشة لصديقتها مريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مريم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. احذري لماذا أنا سعيدة؟ سعيدة مناسبة اليوم الوطني. قولي مبروك، ربحت 1,000,000 درهم. مبروك، كيف حصلتي عليها؟ وطلت لي رسالتها قولي بأنني ربحت 1,000,000 درهما، وطلت رقم حسابي وعطيته. أيتها الحقاء، قرأت تغريدات صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد التي كانت محورة عن قراصنة الإنسان.